لا 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 مش معقول، نجم مصر عندنا. ربنا يخليك يا رب. منور يا نور باشا. منورة بيك. الصيدلية نورت. ربنا يخليك. بقول لك مصر رايحة على فين يا نجم؟ هو حد عارف حاجة؟ أهو أنتوا كده يا نخبة، محدش يعرف ياخد منكم جملة مفيدة. طب ممكن أنا أقول لك على جملة مفيدة؟ يا ريت. طلباتك. يا شقي. أنت جيت الصيدلية الصح في الوقت الصح. لحظة واحدة. اتفضل. أنا شكلي جيت الصيدلية الغلط وفي الوقت الغلط. نور أنا معجبة بيك جدا. ميرسي. ممكن آخد صورة معاك؟ أه طبعا، بس استنيني دقيقة كده على ما آخد حاجتي. ها؟ أوكي. بص بقى يا سيدي، لا تقول لي فياجرا ولا الحبة الزرقاء ولا الحبة السوداء، دي بقى الحبة الصيني مفعولها ممتد ل 72 ساعة، يعني لو انت متوفي هتصحى تتشقلب ال 72 ساعة وترجع تتوفى تاني. بقول لك يا دكتور ممكن بس توطي شوية. بلاش دي، ده دهان عكاوي التمساح، عارف ده يخلي كل اللي معاك يزهق منك. يا شقي. احنا عايزينك تنبسط يا نجم. يا دكتور ده انت فضحتني في المكان كله، الحاجات دي مش ليا. طبعا مش ليك، لانك ما انت صاحب مصلحه. طب وبعدين هتعرفي حقيقه الموضوع ده ازاي يا طنط؟ من مراقبه نور عرفت انه بيعمل تحاليل عشان السفر. استاذن حضرتك من الابلكيشن ده. اوكي، رقم الموبايل بقى اكتبه فين؟ انا بعت اجيب نسخه من التحاليل دي في طريقتي وهعرضها على دكتوره صاحبتي تقول لي المفيد. الو يا ساره. ايوه يا طنط. مش تطمنيني يا طنط؟ يلا اتكلي على الله وهدي له هديه. ده كده يعني كله تمام؟ تمام. ده ربنا يكون في عونك. ايه يا طنط عيب كده، بلاش قله ادب. طب يلا شوفي بقى هتجيبي له ايه. باي. انا عارفه هجيب له ايه. باي. طب وانا اعمل ايه حضرتك يعني؟ لا يا حبيبي مش كل مره تفتح العلبة أشوف اللي فيها وبعد كده استلم. ها ماشي يا نو يا فييد يا نجم يا كبير. صدقتني حضرتك أهو بوبي. ده فعلا بوبي. الله بيا حبيبي. الحلاوة دي إيه ده؟ مين اللي جابه ده؟ واحد اشتيته اديتني العنوان وكتبت لحضرتك الكيت ده. الكيت الكيت باين إنه وقع مني. جابلي سيرة الكلب بنيلي وعشان كده هنخش عليه بخطة. الصدفة الجميلة دي لازم تحسسيه ان القدر بيلعب لعبته وتحسسيه انك فاهماه كويس قوي وتعرفي عنه حاجات ناس كتير ما يعرفوهاش. نسيت اقولك على حاجة، عندك دلوقتي تفريغ لمكالماته وتقرير مراقبة وصورة من ملفه في شؤون العاملين وتقرير عن البرج بتاعه. دلوقتي بقيتي عارفة كل خط سيره. قابليه صدفة وربنا معاك. يا رب يا رب. اتفضلي حضرتك في اي ترابيزه تانية المكان فاضي. انت هتقعدني على مزاجك ولا ايه؟ انا كل يوم باجي وبقعد على الترابيزه دي بالذات. يا فندم احنا اول مره نشوف حضرتك هنا اصلا. لا ده كتير قوي قوي قوي. انا ساره حسن البمبي. البمبي ازاي تقعدني على مزاجك؟ انت جديد ولا ايه؟ ايه ده؟ ساره؟ اما صدفه غريبه جدا مش قادره اصدقها. اصل انا كنت بزور واحده صاحبتي ساكنه قريب من هنا، حبينا نشرب حاجه ما لقيناش عندها سكر، نزلنا سوبر ماركت لقيناه قافل، قلت اجي اشرب حاجه هنا. طب وصاحبتك ما جاتش معاكي ليه؟ ها؟ اصلها صايمه بتصوم ثلاث وخميس. ثلاث وخميس؟ تحت امرك. كفيلتي. ايه ده مش قادره اصدق. ايه التوافق ده؟ انا ما اقدرش اعيش من غير كفيلتي، بموت فيه. بقول لك ايه؟ ما تسيبك من كفيلتي وتطلب قهوه وشوف لك الفنجان. قشطه. واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته. هتعد ايه ولا ايه؟ دول اكتر من علبتين. يا بنتي حرام عليك صدرك والله،
الله يحرم عليك يا صدرك. انت برج العقرب. دي سهله قوي، مش محتاجه فنجان يعني يا نصاب. ما كل الدنيا تعرف تاريخ ميلاد نور فريد. اللي بعده في واحده بتجيلك البيت. هي واحدة بس؟ واحدة ازاي يعني؟ واحدة بتنظف لك الشقة. اه دي فتحية مرات البواب. والله فتحية. طب خلي بالك من فتحية بقى عشان شكلها كده ايديها طويلة. ماشي. انت مامتك اسمها كوكب. نعم؟ ده باين عندك في الفنجان؟ اه بص شايف السحابة دي؟ اه شايف. في كرة تحتيها. اه ضمك. ايه؟ طنط كوكب. كم دلدله بقى تحتيها شايفها؟ اه شايفها، دي شكلها وحش قوي. ده انت. نعم انا مدلدل يا صرصور. هو ده اللي مضايقك؟ ده الفنجان مليان بلاوي هيفرقع. طب سيبك بقى من الفنجان والبلاوي والكلام ده. بقول لك يا صرصور، انت مرتبطه؟ ها ايه ده؟ عيب كده سؤال. سوري والله انا مش قصدي، انا بس بسالك سؤال يعني عادي بحكم الصداقه. لا انا مش مرتبطه. طب وانت مرتبط؟ تقريبا مرتبط. بيبي سوري اخرت عليك. مها طبعا تعرفوا بعض يعني. اهلا ازيك؟ انا كويسه. المهم انت. طب انا لازم اروح مشوار مهم قوي افتكرته لسه حالا. على فين؟ هجيب سكر. يا بنتي استني اقعدي معانا قلت لك 100 مره ما بحبش حد يمسك تليفوني. هو انت عامل افطار جماعي ولا ايه؟ افطار جماعي ايه وبتاعي؟ انا مفيش، عملتها هنا صدفه يعني. واشمعنى النهارده قررت تعزمني على الفطار؟ ما انا بقالي شهر بتحايل عليك. ابدا يا ستي. حبيت بس يعني اشكرك على الكلب. كلب؟ كلب ايه؟ خلاص يا ناس بقى. في الحاله دي بقى لازم ننزل بالتقيل. تقيل بقى ده الدنيا تعب. يا حبيبي كنتي باله مني. انا مش مزه. انا مش مزه. ايه؟ انا ساكتي كمان. يا ساره يا حبيبتي، جوه كل واحده انثى مستخبيه. صحيح انت غيرتي شكلك ولبستي قصير، لكن جواكي غفير بشنب مبروم. لازم تطلعي الانثى اللي جواكي، ودي برغبتك. ايوه بس الرجاله برضه حيوانات يا عمتو. ما هو زي ما كل واحده جواها انثى، جوه كل راجل حيوان، والحيوان ده هو اللي بياخد القرار بداله. ايه ده؟ انا مستحيل انزل المستوى الرخيص ده. انا بنت حسن المبي. عارفه يعني ايه حسن المبي؟ يعني بنت ناس متربيه. يعني هم بنات الناس لازم يكونوا مسترجلين؟ مفيش وسط؟ طلعي الانثى اللي جواكي من غير قله ادب. اهم حاجه ان الانثى تطلع بحدود، بنظريه شوق ولا تدوق. حطيها حلقه في ودنك، الراجل لو داق يبقى ابتدى الفراق. الله يرحمك يا دحداح. انفجارات قريبة. معلش بالضرب هذا، هاي بعيدة. خلينا نتونس هسا. بعد سقوط صدام اكتئب دحداح، فنصحوه صحابه انه ينزل مصر.